للحديث عن دور وسائل الإعلام في توعية المواطن الجزائري وكذلك في إبعاده عن كل هذا التهويل وهذه الشائعات، نربط الاتصال مباشرة بالإعلامية الجزائرية فايزة جارح، إعلامية في قناة فرانس 24 مباشرة من باريس الفرنسية. مساء الخير. أهلا بك يا هارون، وأهلا بكل المشاهدين مشاهدي قناة النهار. على كل إن سمعت للتو، آخر حصيلة في الجزائر هي حصيلة 230 شخصا أو 230 حالة إصابة مؤكدة. هو فعلا عدد مخيف. فايزة، في البداية الحمد لله لم تسجل أي حالة وفاة لحد الآن. أريد أن أسأل فيما يخص دور وسائل الإعلام في البداية فايزة، وأنت إعلامية كذلك تشتغلين في فرنسا، ونعلم أن حالة فرنسا أسوأ بكثير من حالة الجزائر وما يجري في الجزائر. على كل، ما هو دور وسائل الإعلام حسب رأيك في نقل الحقيقة للمواطن وكذلك إبعاده عن كل هذا التهويل وكل هذه الشائعات وما يجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة؟ طبعا هو دور كبير جدا للوسائل الإعلامية المختلفة، خاصة العاملة حاليا في الجزائر، لنقل المعلومة أولا الدقيقة، ولكن في نفس الوقت الحرص على عدم التهويل لكي لا يكون هناك خلط بين المفاهيم لدى المواطن الجزائري. يجب اعتماد برامج توعوية وتحسيسية للمواطن البسيط الذي لا يزال ممكن في بعض مناطق الجزائر لا يؤمن أصلا بوجود فيروس ينتشر ولديه خطورة كبيرة. دور وسائل الإعلام هنا هو التقيد أولا بالأرقام الصحيحة، وكذلك إعطاء المعلومة أولا بأول هارون للمواطن لتوعيته من خطورة هذا الوباء العالمي الذي لا يجتاح الجزائر فقط بل يجتاح أيضا هنا في الدول الأوروبية. الوضع خطير جدا، ونذكر على سبيل المثال ما يحدث في إيطاليا. كان في بداية فيفري مثلا الإصابات كانت تعد بالعشرات فقط في إيطاليا، اليوم آخر 3 أيام كل يوم يتم إحصاء حوالي 500 وفاة جراء هذا الفيروس. لذلك على الجزائريين اليوم التقيد بمختلف النصائح ومختلف الإجراءات التي فرضتها الرئاسة الجزائرية في البلاد من أجل الوقاية من هذا الفيروس، من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة غيرهم. وهنا نعود إلى الدور الأساسي للوسائل الإعلامية، وهو نشر المعلومة الصحيحة والدقيقة، وهذا مهم جداً خاصة في هذه النقطة فقط فايزة. إلى أي مدى يمكن لوسائل الإعلام أو حتى منصات التواصل الاجتماعي أن تخلق بلبلة إن اعتمدت على أرقام مغلوطة، إن اعتمدت على جهات غير رسمية؟ أتحدث عن حالة تخبط ممكن أنها تحدث إن تم نقل أخبار من جهات غير رسمية. المعلوم أن الدولة الجزائرية اعتمدت على لجنة وحيدة هي المسؤولة عن نشر الأرقام وفقط، لا يجب أخذ الأرقام من جهات أخرى. نعم، لكن المشكلة الدارجة اليوم هارون، أنت تعلم جدا وقع مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بين الشباب، أنت ترى ما هو الواقع الذي تخلفه هذه المواقع. الآن الشباب الجزائري أو الشباب في مختلف دول العالم ينتقي معلوماته الأساسية من مواقع التواصل الاجتماعي، هو أصلا لا يفتح التلفزيون. حتى ولو وجهنا دعوات بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة التي تنشر عبر تويتر وعبر الفيسبوك وعبر المواقع الأخرى، فإن هذا الشباب ينساق إلى هذه الأخبار المغلوطة. أريد فقط الإشارة هنا إلى ما أقره موقع فيسبوك، والذي قال بأنه سيحارب خلال هذه المحنة وخلال أزمة كورونا كل المواقع التي تتعمد نشر الأخبار المغلوطة من أجل إثارة الهلع في وسط السكان. على كل، على المواطنين في الجزائر عدم اتباع كل ما يروج عبر مواقع التواصل. طيب، نتحدث على نقطة مهمة جدا، هو استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي. مثلا في فرنسا أتحدث عن نقطة الشائعة والتهويل،
يعني في ظل ما يحدث هناك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفرنسيين كذلك يعانون من ما يحدث هناك بسبب فيروس كورونا، خاصة الخوف الذي بدا، ونحن شاهدنا عدد من الفيديوهات في المراكز التجارية في أماكن متعددة، الهلع وصل إلى درجة شجار بين مواطنين هناك كذلك. وهو كذلك هارون، الهلع والخوف المتسبب فيه بالدرجة الأولى ليس فقط مواقع التواصل الاجتماعي، حتى مختلف المؤسسات العالمية المختصة في الإعلام، مختلف القنوات، حتى هنا القنوات الفرنسية، حتى أنك لو لاحظت هارون أن القنوات تركز فقط على نقل عدد المصابين وعدد الوفيات دون الحديث عن عدد المتعافين من جراء هذا الفيروس. بالأمس تحدثت مع الدكتور وائل صفوت، هو متواجد اليوم في القاهرة وهو مستشار بمنظمة الصحة العالمية. هل تعلم ماذا قال لي هارون؟ قال لي بأن 80% من المصابين بهذا الفيروس يتعافون، لا أحد اليوم يتحدث عن هذه النسبة. لماذا كل هذا الهلع؟ حتى الوسائل الإعلامية الدولية لها نصيب من هذا التخويف، وما دفع مثلا بالمواطنين هنا في فرنسا أو ما يحدث بالأمس واليوم في بريطانيا، هناك تسارع للمحلات السوبر ماركت الكبرى من أجل قضاء الحاجيات، هناك خوف كبير ناتج عن هذا الهلع. طبعا نحن نريد من المواطنين أن الوقاية بالبقاء في منازلهم، لكن لا يجب أن ننسى أن عدد المتعافين من هذا الفيروس يصل إلى 80%. هي إنفلونزا قد تكون خطيرة بالنسبة لأولئك الذين لديهم أعراض أو أمراض مزمنة، لكن للشباب وحسب آخر الإحصائيات يمكن أن يتعافى منها العديد من المواطنين الذين يحترمون الحجر والذين يأخذون العديد من الأدوية. فقط هارون أريد الإشارة أنه حتى في فرنسا اليوم هناك جدل محتدم حول دواء الكلوروكين، لأنه في عمدة مدينة نيس أصيب بالكورونا ووصف له الطبيب هذا الدواء ويقول بعد 6 أيام أنا الآن تعافيت. وهناك بعض أو نوع من الجدل اليوم في فرنسا، لماذا لا يتم إعطاء هذا الدواء إلى المواطنين والتركيز فقط على التخويف وعلى الردع؟ جيد، أريد أن أسألك في الأخير عن بعض الأسئلة التي ممكن أنه في ذهن الجزائريين يتحدثون عن ما يجري في أوروبا ومقارنتها بما يحدث في الجزائر. أعلم أن الوضع يعني خرج عن السيطرة في إيطاليا، حتى في إسبانيا، في فرنسا كذلك. أسأل عن الجالية هناك، وضعها كيف هو وضع على الأقل الجالية الجزائرية مع الالتزام بما أقرته السلطات الفرنسية؟ نعم، الشيء الإيجابي هنا في الجالية الجزائرية هنا في فرنسا أنها تحترم القوانين من 0 لـ10، وإذا كان في حجر فهي تحترم هذا الحجر، لأنه بالأمس تم هنا من قبل البرلمان الفرنسي المصادقة على حالة الطوارئ الصحية، وتم رفع الغرامات المالية. هنا في فرنسا هارون لأشير فقط أن الغرامة المالية لم تعد 135 يورو فقط، هذه أول مخالفة، لكن في حال ارتكابك لمخالفتين خلال 15 يوما نعم فأنت تغرم ب 1500 يورو، وفي حال ارتكبت 4 مخالفات خلال 30 يوما فالغرامة المالية تصل إلى 3700 يورو، فكيف للمغتربين هنا ألا يحترموا هذا القوانين؟ المشكلة أن عدد كبير من المغتربين فضلوا العودة خلال هذه الأزمة. أنا كنت أفضل أن يبقى المغتربون هنا في فرنسا، أتفهم ظرف كل مغترب وأتفهم ظرف كل واحد منهم، لكن كان الأجدر بالكثير من المغتربين عدم العودة إلى الجزائر في هذا الظرف الحساس، لأنه نعرف أنه المنظومة الصحية في الجزائر لا يمكن لها أن تتحمل كارثة صحية كما يقع اليوم في إيطاليا أو حتى يعني في فرنسا. الإشكال، الإشكال نعم الكبير في نعم في الفيروس بحد ذاته لا علاج نعم له، لهذا رأينا حتى نعم المستشفيات في إسبانيا وفي إيطاليا تعج بالمصابين، لكن لا يمكن تقديم علاج لهم، لا يوجد علاج لهذا الفيروس. لا، هو فيه بصيص أمل من قبل دواء الكلوروكين، لكن لا أحد اتفق عليه لحد الآن.
هنا مثلا في فرنسا المجلس العلمي الفرنسي يقول لا، يجب الانتظار أكثر حتى نجري المزيد من التجارب، والتجارب جارية اليوم في فرنسا للتأكد من عدم وجود مخاطر جانبية لهذا الدواء. هذا الدواء حتى الآن بعض ممن استخدمه شفي، ودكتور راولت هذا هو الذي اكتشف هذا الدواء أو الذي نصح بهذا الدواء، قال بأن كل الذين أعطيتهم هذا الدواء نسبة 25% فقط هي من بقيت مصابة بهذا الفيروس. في فرنسا الوضع مختلف، هناك دائما خوف وهناك دائما انتظار مزيد من التجارب حتى التأكد من أن هذا الدواء هو فعلا قد يعالج فيروس كورونا دون ترك خلفيات أو أعراض جانبية خطيرة جدا قد تضر بصحة الإنسان على المدى البعيد. هارون، أشكرك فايزة جارح الإعلامية بقناة فرانس 24، كلمتنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك والسلام لك. شكرا لك هارون. ولكل شكرا. الجزائريين.